بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، ونستأنف مع بيان لي كومبخوندر لتعلم اللغة الفرنسية هنا عندهن دراجة، لكن ممكن يكون عندنا بعد هد أفواغ، ممكن يكون بعد منه فعل. بدل أنني أقول جي أون موطو أقول جي لي، أنا قرأت. تيا إنوطو أنت أو أنت عندك دراجة، تيا لي أنت قرأت. نفس الأفواغ، إل أ إنوطو هو عنده دراجة، إل أ لي هو قرأ. نوزافون إنوطو نحن عندنا دراجة، نوزافون لي نحن قرأنا. طبعا هاد لي تتكرر بنفس الطريقة، أننا تنضيفوا لهاد أفواغ اللي تتصرف هو لوفاغ بليغ في القراءة، رغم أن المتغير هو لوكسيليغ، وهاد لوكسيليغ وهاد أفواغ يتغير بنفس الطريقة عندما يكون بعده اسم فيفيد الملكية. إيلزون إيلموطو هم عندهم دراجة، إيلزون لي إيلزون لي لي يعني هم قرأوا. إيلزون إيلموطو هن عندهن دراجة، إلزون إيلموطو هن عندهن دراجة، إلزون لي هن قرأنا، إلى غير ذلك. إذن عندنا هنا مينا ألي، مينا قرأت، ماذا قرأت؟ بابا إيلموطو، أبي عنده، لأن الذي يأتي بعده اسم. لم نقل هنا بابا ألي، لو قلنا بابا ألي لكان المعنى أبي قرأ في الماضي، إذا هذا رأيناه. ثم عندنا مينا أمي، لاحظ هنا هذا لو فيرب ماتخ، هذا لو فيرب ماتخ، هذا فعل وضع. إذا عندنا لو فيرب ماتخ، لو فيرب ماتخ هذا فعل وضع. طبعا في الماضي لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ماتخ هو هدمي، يعني انه يتكرر بعد افواغ بنفس الطريقه. يعني نقول مثلا جي مي، انا وضعت، اللي تيتصرف هنا هو هاد ماتخ، اللي تيتصرف هو الفيرب ماتخ فعل وضع. اذا تيا مثلا تيا مي 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 تتبقى نفسها تتكرر. تيا مي إل أ مي هو وضع، إل أ مي هي وضعت. نوزافون مي نحن وضعنا، فوزافي مي ما أنتم وضعتم، إل ils ont mis هم وضعوا، هم وضعوا. طبعا كاين حالات اخرى غنشوفها فيما بعد، الفعل تيسبق مساعد اخر بحال هنا، وقلنا فيما سبق بانه ممكن يكون هنا عندنا لوكسيليغ افواغ بحال اللي عندنا هنا، وفي احيان اخرى ممكن يكون عندنا لوكسيليغ اتر. طبعا لوكسيليغ اتر ممكن يجي قبل من ماتر، ممكن انه ياتي قبل ماتر. نقول ماذا؟ نقول جو سوي مي. هنا جيمي انا وضعت، صرفنا ماتر مع افواغ، انا وضعت. هنا صرفنا ماتر مع اتر، شنو غيولي المعنى هنا؟ شنو اللي غيولي المعنى هنا؟ غيولي انا وضعت، انا وضعت، جو سوي مي، انا وضعت. هنا تيا مي انت وضعت، هنا تي. طبعا هاد اتر في البريزون تنقولو بحال هكا، تنقولو جو سوي، تي، الي،
Nous sommes, vous êtes, ils sont. هذا être في présent. أما avoir, avoir في présent, نقول j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Ils ont, هنا تنقولوا ils sont. إلى غير ذلك. إذا نقول هنا tu as, هنا نقول tu es. هاد ES تقرأ أي. هذا ذكرناه فيما سبق. نفس الشيء كما هو هاد أي. طبعا هذا يكون مع إيل أو مع آل. إذا نقول إلي أو نقول إلي. إذا قلت مثلا إلي مي يعني هو وضع. إذا قلت مثلا نصومي نحن وضعنا، إحنا اللي توضعنا. مثلا نصومي dans une chambre dans une chambre نحن وضعنا في غرفة. مثلا نصومي dans une chambre نحن وضعنا في غرفة. إذا فلنلاحظ الفرق بين صرف فعل مع être ونفس الفعل مثلا في أحيان أخرى ممكن أن يصرف مع avoir فيفيد بأن هذا الفاعل هو اللي قام بالفعل على شي حاجة أخرى. أما إلى الفعل تقام على هد الفاعل طبعا يصرف مع être فقط باش نعرفوا الصرف ديال الفعل مع être والصرف ديالو مع avoir. طبعا المساعد هنا يصرف البريزون ونضع بعده لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل فنحصل على الماضي الخاص بالفعل. هنا نتكلم على المبني المجهول في الحقيقة. في أحيان أخرى غنوجد أفعال ما تتصرف إلا مع avoir وغنلقاو أفعال أخرى ما تتصرف إلا مع être وكاين أفعال تتصرفوا معهم بجوج. هذه فقط كلمحة ولكن من بعد إن شاء الله طبعا سنرى هذا الأمر. إذا كما قلنا هنا مينا آلي مينا قرأت بابا أين موتو أبي عنده دراجة. لاحظوا هنا عندنا هاد أفواغ جا بعد منه لو فيرب ليغ جا بعد منه في الحقيقة لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ليغ فحصلنا على لو باسي كومبوزي الخاص بهذا الفعل. هاد أفواغ نفسه هنا جاء بعده اسم إن موتو فأفاد الملكية في نفس هذه الجملة. مينا آلي مينا قرأت بابا أين موتو أبي عنده دراجة. ثم عندنا مينا آمي كما قلنا مينا وضعت ماذا ميكي وضعت ميكي القط ميكي سيغ ليلي فوق السرير. مينا آمي مينا وضعت مينا آمي ميكي سيغ ليلي مينا آمي ميكي سيغ ليلي مينا وضعت ميكي فوق السرير. مينا آمي طبعا هنا لا تقرأ ميز صرف فعل ماتخ صرف فعل وضع أنه يكون هكذا. طبعا هاد الصيغة اللي عندنا هنا هي اللي تنسميوها لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ماتخ. طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ماتخ هو مي. لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ليغ هو لي إلى غير ذلك. إذا عندنا مينا آمي ميكي سيغ لولي مينا وضعت ميكي سيغ فوق لولي كما عندنا هنا لولي اي سيغ لو ميغ يعني أن لولي فوق الجدار. هنا عندنا ميكي سيغ لولي ميكي فوق السرير. مينا آمي ميكي سيغ لولي سيغ لولي مينا وضعت ميكي فوق السرير. ثم عندنا ميكي سيغ لولي ميكي أنه موجود فوق السرير. ثم عندنا لا بال الكرة كما رأينا دو مينا كرة مينا إلا أن كائنة أن موجودة هنا إذا هاد لا
تتعني هنا اللي عندها واحد لاكسو هنا لا بال دو مينا إلا. اذا نتكلم عن كرة مينا موجودة هنا. ثم عندنا لا بال اي سور لو تابي، طبعا سور هي فوق، اي ان موجودة لا بال الكرة، لو تابي الزربية او السجاد. لا بال اي سور لو تابي، لا بال اي سور لو تابي، اذا الكرة هي فوق السجاد او فوق الزربية. ثم عندنا une plume voilà c'est une plume voilà c'est une plume une plume اذا نتكلم عن ريشة، ريشة ما sur le tapis اذا هي نفسها فوق السجاد او الزربية، فوق السجاد او فوق الزربية. une plume sur le tapis نتكلم عن ريشة فوق الزربية. ممكن تكون هاد الريشة أو ريشة الطائر، نفس الشيء. غوغاردون سيز إيماج، بخونو لا بخونيغ، كيسكو سي؟ سي لو لي، سي لو لي. أبخي كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ سي لا بليم، سي لا بليم. C'est la plume. Après, qu'est-ce qu'on a? Qui est-ce? C'est le papa. Le papa est sur la moto. Le papa est sur la moto. Et de l'abfoka à draja. Après, qui est-ce? Qui est-ce? C'est la mère. C'est la mère, l'om. Et enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, merde? C'est la pipe. C'est la pipe. Ou bien, c'est la pipe de papa. إذا نتكلم عن أداة التدخين، الأب مثلا. إذا نستأنف في الفقرة القادمة. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.